أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما موقف المسلم من التوسع الملاحظ في توظيف المرأة في مختلف المجالات وكذلك الابتعاث وغيره؟ موقفه أنه يبين للناس وينصح ويبين للناس، وإن كان له سلطة يمنع، لكن اللي ما له سلطة يبين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. عليه أن ينكر هذا على كل حال، ينكره إما بيده وإما بلسانه وإما على الأقل بقلبه. نعم.